فعلا هذا الخطوة النضالية اللي كانت الدراسة التنسيقية الوطنية في عدم مسك النقط في مسار، ثم عدم تسليم أوراق الفروض والمراقبة المستمرة للإدارة. هذه الخطوة هذه كتجي بعد سلسلة من الخطوات النضالية اللي كانت خداتها التنسيقية، ذلك أن المطالب التي اصدرتها التنسيقية منذ تأسيسها في 4 مارس سنة 2018 لم يتحقق منها شيء، ذلك أنه الاتفاق ديال 14 أبريل مع النقابات، الاتفاق اللي كانت دارته الحكومة مع النقابات، هذا لا يعنينا في شيء لأنه خارج المطالب ديالنا، بالتالي فالاستمرار ديالنا في المعارك النضالية ديالنا لازال مستمر. ولكن بالنسبة للتلاميذ، يعني كتقول الوزارة مصلحة التلميذ، كنقولوا لها يعني أن قبل هذا مصلحة التلميذ في نقل مدرسي، مصلحة التلميذ في الماركور ما كاينينش في المؤسسات، مصلحة التلميذ في الطابعات ديال الأوراق، مصلحة التلميذ في مختبرات ديال الفيزياء والعلوم الطبيعية. لا يخفى على الجميع بأن هذه المختبرات لا تتوفر حتى على الأدنى القليل باش أن التلاميذ يقوموا بالدراسات التطبيقية ديالهم. بالتالي فإن ما تتغنى به الوزارة من إصلاح ومن شعارات فضفاضة في سبيل مصلحة التلميذ، هذا يبقى تبقى شعارات لا مجال لها في الواقع ولا تطبيق لها في الواقع ولا وجود لها أصلا. إذن فمصلحة التلميذ من يعرفها هو الأستاذ. لذلك نحن نناضل اليوم من أجل حقنا أكيد، ومن أجل حق هذا التلميذ، لأنه سنة 2017 حينما تقرر سنة 2016 حينما تقرر العمل بهذا النوع من التوظيف في التعليم، هناك الآن درسنا تلاميذ في الباكالوريا وهم الآن هم غتلقاهم واقفين معنا هنا في الوقفات. إذن التلميذ الذي كان يدرس عندنا في البكالوريا هو اليوم يجد نفس المصير اللي لقيناه احنا منذ 2016 وهو معنا في الوقفات اليوم. اذا التلميذ اليوم هو موظف الغد. بالتالي ان لم نناضل عن هذه الوظيفه التي تضمن شيئا من العيش، ليس العيش الكريم وانما شيئا من العيش لهذا التلميذ هذا، في ظل ارتفاع هذه الاسعار المهوله وفي ظل ارتفاع المحروقات، ونحن نعلم من يستفيد من هذا، الذي يستفيد منهم والمسؤولون اليوم الذين يتغنون بهذه الشعارات. اليوم المواطن، ونحن كجزء لا يتجزأ من الوطن وجزء لا يتجزأ من المواطنين داخل المغرب، نعاني ما يعانيه المغاربة جميعا. مني كتشوف أن الأسعار الملتهبة اللي ضربات جيوب المغاربة، في حين أن لا زيادات في الأجور لا وظائف، البطالة تنخر البلاد. إذن هذا معه سطرة التنسيقية هذه الخطوة ونحن ماضون فيها، رغم التضييقات ورغم التهديدات ورغم دناءة المسؤولين حينما يلجأ معك إلى التوقيف عن العمل وإلى وقف الأجرة وإلى طرد الأساسدة من سكنياتهم الوظيفية وإلى طرد الأساسدة وإفراغهم من المؤسسات الخاصة التي يعملون بها، في ظل وجود قانون يمنح الأساسدة العمومي بالمزاولة في التعليم الخاص. إذن حينما يلجأ أو تلجأ الحكومة والدولة إلى هذه التضييقات، هنا نرى يعني بين آلاف الأقواس هذه الديمقراطية التي يتغنون بها. يخصو يفهموا الآباء وأولياء الأمور، إذا كان شي تأثير على التلميذ أو إذا كان شي شكاية اللي خصهم يقدموها، خصهم يقدموها لوزير التربية الوطنية. خص وزير التربية الوطنية هو أو الحكومة هي التي يجب أن تراعي مصلحة التلميذ. أما النقطة ديال المراقبة والمسك ديالها في مسار، هذه تبقى أمور ثانوية. وأكيد أن الذي يغار على مصلحة التلميذ ويقدمها على مصلحته الخاصة ومصلحته الشخصية ويقدمها على مصلحة أبنائه هو الأستاذ الذي يحتك معهم كل يوم داخل القسم، ويعرف معاناة التلاميذ ويعرف ما يعانونه حينما يقطع التلميذ مسافة 7 كيلومترات في هذا الطقس البارد ليحضر إلى القسم، وحينما لا تكون هناك في المغرب المهمش أتكلم، حينما لا تكون هناك تدفئة للتلاميذ ولا يكون هناك نقل مدرسي ولا تكون هناك طابعات، فيجب على الآباء وأولياء الأمور أن يحاسبوا الحكومة، أن يحاسبوا الوزارة، أن يحاسبوا الدولة على ما آل إليه وضع التعليم العمومي. أما الأستاذ فأكيد أنه سيحاسبه التاريخ يوما إن لم يناضل على وظيفة عمومية اللي هي مكسب لأبناء الشعب المغربي. أما بالنسبة لمسك النقط في مسار، فهذه أمور ثانوية، ونحن لا نجعل التلميذ يعني هو ذلك الحاجز الذي نريد أن نضغط من خلاله على الدولة، وإنما هذه معركة خاصة بالأساتذة، نخوض هذه المعارك من أجل حقوقنا المشروعة والمكتسبة. إذن عوض أن تجد الوزارة حلول لهذا النزيف الذي يقع داخل التعليم، عوض أن تجد له حلولا،
تلجأ إلى مضايقات الأساسدة. ونقول أنه الإصلاح الذي تتغنى به الدولة منذ الاستقلال، الإصلاح وإصلاح الإصلاح والمخطط الاستعجالي والأموال الطائلة التي لا نعلم أين تذهب، والاقتطاعات من أجور الأساسدة اللي بلغت 6 سنوات من الاقتطاع ديال الأجور إلى أن تذهب هذه الأموال. بالتالي يجب على الوزارة أن تجلس وأن تفكر في حلول، لا تفكر لأنما تطبق ما يمكن من خلاله وعلى إثره إصلاح هذه المدرسة العمومية. الاحتفال بالوطن في أوروبا وفي كل مكان.